ابي اشتري جوتي رياضة جديد، وبختار من ذلين الاثنين، اي واحد احلى ترى ويلكم. هذه الشركة عجيبة، ابى اقول لكم ليش. هذه شركة الجواتي اسمها ميرل، والحلو فيهم انه يسوون البيرفوت شوز، يعني الجوتي من تحت ما في كعب. تعرفون اول شلون كان ضروري انه يكون في الجوتي يكون في كعب رفيع، عشان يعني مفروض انه يحمي العمود الفقري، لكن الحين هذه كلها تغير، صارت المعلومات قديمة. الحين كل ما صار الجوتي فلات أكثر كل ما أحسن، لأن لما يكون فلات ما يضايق العمود الفقري، فلما تنزل الريل على الأرض ما تنزل. شوفوا بأحذية الرياضة العادية لأنه في كعب وكوشن، يصير الضغط مال الجري أو المشي يركب في الركب ويضايق الركبة ويضايق الظهر، لكن لما نمشي حافين أو بهذه الأحذية اللي بيرفوت ما ينزل الضغط على الكعب ورا، ينزل على أمام الرجل. يعني إذا أنت تجري ساعة مثلا أو تمشي ساعة بحذاء في كوشن بتضايق ركبتك وظهرك بدون ما تحس، لأنه في كوشن، بس إذا تمشي حافي بتوقف. فعشان كذي اليوم أبي أشتري حذاء بيرفوت. طبعا في شركات مختلفة تسوي البيرفوت الحين، لأن التكنولوجيا وصلت حق شركات مختلفة. ايش رايكم؟ اكثركم قلتوا ذي، انا الصراحه بعد عجبني ذي اكثر. هذه في شويه كعب اكثر من ذاك، بس بعد يعتبر بيرفوت، بعد يعتبر فلات. وعندهم كذا موديل، طبعا مو بهاي الموديلات الوحيده، وحتى عندهم انواع رجاليه. انا اليوم بجربهم في البيت لان انا سبيشل وولد عمتي عند المحل. لازم انهم الجوات يخلون الواحد يركض بالشكل الطبيعي اللي الانسان المفروض يركض فيه. يعني تعودنا احنا الحين في هالايام ان الواحد ويا الجوات اللي فيها كوشن، الأحذية هذه البيرفوت تساعد الواحد على يركض، إنه يركض بالشكل الطبيعي اللي هو إنه ينزل على البولز أوف ذا فيت اللي يسمونهم. الأحذية القديمة كانت قديمة مثل ما قلت، إن الواحد ينزل على الكعب فتأثر على المفاصل، تأثر على الركبة وعلى الظهر وتؤدي إلى مشاكل وايد، فالواحد يتجنب هذه الأحذية ويركز على الأحذية اللي وايد ناس في المحل ويحبون الجري ويبون يمشون برا، بس بسبب الإصابة ما يقدرون. فنحاول نشجع الناس احنا ان يتجهون الى أحذية هذه اي واحد يقدر يستفيد منها، اي واحد اللي يحب يطلع ويبي يمشي يستفيد من شيء من هذه النوع. يعني واحنا في محلنا يجونا زباين